أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج هاشتاج تتابعون فيها. حملات دولية للتضامن مع غزة ضد مجازر قوات الاحتلال، فأين العرب؟ وانقسام حول تقدم التيار الصدري وتحالف سائرون في الانتخابات العراقية. حملات حقوقية غاضبة جراء اعتقال الناشط المصري شادي الغزالي حرب. وهجوم إلكتروني على البرادعي بعد سلسلة تغريدات حول ملابسات عزل محمد مرسي. كل هذا وأكثر في هاشتاج فتابعونا. أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الحلقة من هاشتاج. ندعوكم دوما أن تكونوا ضيوفنا مباشرة على الهواء عبر حساب سكايب اي جي مباشر. وننوه مشاهدينا إلى أن هذه الحلقة تبث مباشرة عبر حسابي الجزيرة مباشر على فيسبوك وتويتر. وبإمكانكم أيضا أن تساهموا معنا عبر حسابينا على تويتر وفيسبوك في اختيار الموضوعات والتعليق عليها، فشاركونا. البداية من فلسطين، فلليوم الثاني على التوالي وتزامنا مع ذكرى النكبة 70 تستمر في قطاع غزة مسيرات العودة الكبرى المنددة بنقل السفارة الإسرائيلية من تل أبيب للقدس المحتلة، حيث استشهد أكثر من 60 فلسطيني وأصيب أكثر من 2770 بينهم 100 بجروح خطيرة، وذلك بعدما خرج مئات الآلاف احتجاجا على باحتجاج بسلمية في إطار مسيرة العودة. من جانبهم وقف أعضاء مجلس الأمن الدولي دقيقة صمت على أرواح ضحايا المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي أمس في غزة. هذا وقد تداول ناشطون صورا قالوا إنها لفلسطينيين من غزة خلال تخطيهم للسياج العازل ووصولهم للأراضي المحتلة. فلنتابع. يأتي هذا فيما تداول ناشطون آخرون صورا قالوا إنها لسيدة مقدسية حاولت التشويش على حفل السفارة الأمريكية أمس ورفعت صوت القرآن بمكبرات صوت في بيتها المطل على حفل مقر السفارة الأمريكية في القدس. دعونا نتابع. استمرت حالة الغضب التي شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي وعبر عنها المغردون من خلال وسوم عدة كان أكثرها تداولا القدس عاصمة فلسطين الأبدية، تلاه هاشتاج مسيرة العودة، ثم بعد ذلك جاء هاشتاج الأقصى، كما حضر هاشتاج نكبة 70 باللغة الإنجليزية فضلا عن الكلمتين المفتاحيتين فلسطين وإسرائيل. على تويتر غرد الناطق باسم حركة حماس سامي أبو زهري قائلا، يقول سامي أبو زهري: الموقف الأمريكي اللا أخلاقي تجاه مجزرة غزة خلال مداولات مجلس الأمن يضع الإدارة الأمريكية في موقع العدو لكل أبناء الأمة العربية والإسلامية. فيما كتب الباحث في الشأن الإسرائيلي صالح النعامي قائلا: عباس يستدعي السفير من واشنطن، عباس يختار المعركة السهلة، لماذا لا توقف التعاون الأمني مع المحتل الذي قتل أهل غزة؟ ولماذا تواطئ تجويع غزة وفرض العقوبات عليها؟ بينما كتب المحلل السياسي فايز أبو شمالة وقال: شهداء غزة لا ينتظرون تنكيس العلم يا محمود عباس، شهداء غزة ينتظرون رفع العقوبات عن أهلهم ويطالبون بوقف التعاون الأمني مع المخابرات الإسرائيلية. في حين كتب جميل السيد وقال في التغريدة: جنوب أفريقيا سحبت أمس سفيرها من إسرائيل احتجاجا على مجازرها ضد الفلسطينيين في غزة
بمناسبة نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة. قال لي صديق: هذه أول دولة عربية تمارس عروبتها. معه حق والله، الشرف ليس له هوية ولا عرق ولا لون ولا دين، لا تتوقع الكرامة ممن فقدها. في حين غرد رئيس تحرير موقع عربي 21 فارس أبو هلال يقول: إذا لم تكن غزاويا ولم تستطع أن تدعم غزة ولو بالكلمة لوجودك في دولة بوليسية، بإمكانك أن تسكت، ليس مطلوبا منك أن تحارب جبنك، فقط كن إنسانا واخرس ولا تحاول تبرير الجبن بالإساءة للمناضلين على الخط الفاصل، تناول طبختك اليومية واخرس ونم بكل ما تملك من شخير. ودونت الزميلة غادة عويس وقالت في هذه التغريدة: ما حصل في غزة هو جريمة، وكررتها 3 مرات بأنها جريمة ضد الإنسانية، مجزرة بحق عشرات المدنيين العزل، إطلاق رصاص حي على تظاهرة سلمية جريمة يعاقب عليها القانون الدولي، والاحتلال الحقير يجد من الخونة العرب من يغطي على جرائمه ويروج لدعايته وكذبه. في حين غرد المدون الفلسطيني أدهم أبو سلمية قائلا: غزة ليست مضطرة لأن تبرر صوابية مسارها، فهو مسار سلكه الأنبياء والرسل، وسار على أثرهم كل دعاة الحرية والحياة في مواجهة الظلم والموت. أخيرا كتب جهاد وقال: الناس تترقب تحري هلال رمضان، وأهل غزة يترقبون دفن شهدائهم والاطمئنان على صحة جرحاهم. الحزن والألم يخيم على الحارات والأزقة والدور والمساجد وكل الأماكن. اللهم الطف بقلوب أضناها الحصار، وأسعد نفوسا نال منها التعب. هذا وقد تم تدشين حملة عالمية للتضامن مع غزة حملت شعار I support غزة أو أدعم غزة، والتي شارك فيها المفكر الشهير نعوم تشومسكي، والذي قال فيها: إذن دعونا نتابع جزءا. إذن نذهب إذن الآن لجانب من هذه الحملة وما قاله نعوم تشومسكي. I'm Noam Chomsky. I support Gaza. The blockade must be ended. I hope you'll join me in supporting Gaza. Hi, I'm Aaron Mattei from New York. I'm a journalist. I'm also the son and grandson of Holocaust survivors, and I support Gaza and an end to the Israeli blockade. I'm Gal Dodler. I'm a university lecturer and an Israeli. I support lifting the illegal blockade on Gaza. شارك عشرات الفلسطينيين الثلاثاء في جنازة الطفلة الرضيعة ليلى الغندور والبالغة من العمر 8 أشهر في مدينة غزة بعد أن قتلها الغاز المسيل للدموع، وذلك خلال المواجهات العنيفة بين الفلسطينيين والاحتلال شرق غزة في يوم الاثنين اليوم الذي استشهد فيه أكبر عدد من الفلسطينيين في يوم واحد منذ حرب غزة عام 2014. هذا وقد اعتلت مشاهد الغضب والحزن الشديد وجوه مئات المشاركين في تشييع الطفلة ليلى الغندور لحظة مغادرة جثمانها الصغير. دعونا نشاهد جزءا منها. يا رب الشباب ماتوا، ولاد ابني ماتوا كلهم من الغاز من النور. يا عمدي خلاص رحت، ما بدي اشوفك يا عمدي، ما بدي اشوفك يا عمدي. يا امي يا حبيب قلبي يا امي. شباب انت ست شباب كم مره احنا بنشوف الموت، حرام عليها، بالدم الله فينا. احنا مسلمين زينا زيهم، كيف بيعملوا فينا هيك؟ والله ما جبناه. هذه المظاهر او المشاهد الماساويه اذا جلبت حاله من الاستياء التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي تجاه ليلى الغندور، حيث نشر المدون الفلسطيني محمد سعيد نشوان صوره وعلق عليها بهذا القول: العناق الاخير والده الطفله ليلى الغندور ذات 8 أشهر ودعانها بعد ان قتلها الاحتلال على حدود غزه.
فيما كتب الصحفي ياسر أبو هلالة وقال: من لا ينحاز هنا ليس إنسانا وليس صحفيا وبلا أخلاق. أن تكون على مسافة واحدة بين الضحية والجلاد يعني أنك مع الجلاد، بمعزل عن جنسية أو عن جنسية أي منهما أو عرقه أو دينه. هذه أصغر شهيدة في غزة. في حين غرد الصحفي سلام عبد الحميد قائلا: أصغر ضحايا المجزرة الإسرائيلية والصمت العربي والدولي أمس هي الرضيعة الفلسطينية ليلى الغندور 8 أشهر. علق وائل وقال: الطفلة ليلى الغندور ترتقي شهيدة عظيمة بين كوكبة الشهداء كالملاك، لكي تشكو لملك السماوات والأرض ما يحدث بفلسطين اليوم من مجزرة استشهد فيها حوالي 59 شهيد وشهيدة، مليونية العودة. في حين كتب المدون رضوان الأخرس وقال: وصل عدد الشهداء إلى 60 والجرحى والمصابين إلى 2771 نتيجة مجزرة الاحتلال البشع بحق المتظاهرين العزل في غزة يوم أمس. وكان من بين هؤلاء الشهداء ليلى الغندور، وهي طفلة رضيعة ذبح الاحتلال طفولتها وابتسامتها الرقيقة. أخيرا علق الدكتور حسن الحسني بآية قرآنية وقال، أو نقل هذه الآية القرآنية التي تقول: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. إلى العراق، حيث أعادت الانتخابات التشريعية مقتدى الصدر وتحالفه سائرون ليصبحوا رقما صعبا في بغداد، بحين تطرح الانتخابات السيناريوهات التي تؤشر بتحولات في التوازنات هناك. هذا وقد عبر مقتدى الصدر عن فوزه بطريقته على تويتر، حيث كتب قائلا: إننا سائرون بحكمة وطنية لتكون إرادة الشعب مطلبنا ونبني جيلا جديدا ولنشهد تغيرا نحو الإصلاح وليكون القرار عراقيا، فلنرفع بيارق النصر ولتكن بغداد العاصمة هويتنا وليكون حراكنا الديمقراطي نحو تأسيس حكومة أبوية من الكوادر تكنوقراط لا تحزب فيها. هذا إذن وقد أثار تحالف سائرون جدلا وانقساما واسعين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث غردت سهير القيسي وعبرت في هذه التغريدة تقول: لا تستغربوا نجاح كتلة عبرت لا تستغربوا نجاح كتلة عبر أو كتلة كتلة سائرون، حيث تحالف الصدر مع الشيوعيين في بغداد بهذا الشكل. فمنطقة الصدر تشكل نصف عدد سكان بغداد تقريبا، والشيوعيون يميل لهم الشارع بعد خسائر التطرف الكبيرة. قال صلاح أبو باشا في تغريدة له: إن زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر يقود تحولا مشجعا يخرج السياسيين العراقيين من طائفيتهم، مبنية أو مبينة أن السيد الصدر قد عزز من مكانته بقيادته مقاومة الاحتلال الأمريكي ووقف أيضا ضد أي تدخل شرس ضد الأجانب مغضبا أمريكا وإيران، إضافة إلى أنه قام بتطهير حركته من الفاسدين، بينما عرضهم كارم الجنابي وقال: العراق سيدخل في ظلام دامس وطريق مغلق. إن أسوأ ما في نتائج التصويت التي أعلنت في العراق هو تقدم تيار مقتدى الصدر، إن ذلك بشارة سوء للعراق، وخصوصا إذا ما صار رئيس الوزراء من التيار الصدري، فإن العراق سيفقد قدرته كدولة وستعم الفوضى والفساد الإداري وستعم البلد النزاعات. في حين كتب رضا الأميري قائلا: التيار الصدري ستشربون بالنفس الكأس الذي شربه علاوي ومن بعده المالكي، انسوا حتى وزارات ما تحصلون، وحتكون معارضة لا تش ولا تنش، لأن كل الأحزاب لا تثق بكم لأن مواقفكم متقلبة وخصوصا بعد دخولكم البرلمان. أخوان، هذا الكلام مو شماتة بكم والله يشهد، ولكن السياسة بهذا الشكل. أخيرا رأى فاضل السلطاني وقال: لو صحت النتائج الأولية في الانتخابات العراقية فإن فوز سائرون الذي يضم التيار الصدري والشيوعيين أيضا وحصول العبادي على نتائج متقدمة في الموصل والرمادي مؤشر على أن العراق بدأ يخرج من نفق المحاصصة والطائفية البغيضة، العراق يستعيد نفسه، فرح عظيم، دعونا نتفائل. بعد قليل من مصر، البردي يتعرض للهجوم بسبب سلسلة من التغريدات حول عزل مرسي وحملات حقوقية تضامنية مع الناشط المعتقل شادي الغزالي حرب.
نذكركم مشاهدينا ومتابعينا على مواقع التواصل أن هذه الحلقة تستمر مباشرة بعد الفاصل عبر حسابي الجزيرة مباشر وعلى فيسبوك وتويتر. فابقوا معنا. مع الحكيم يكشف عن مادة مسرطنة في بعض أدوات الطهي، وجولة في السوق للتعرف إلى أدوات المطبخ الأفضل صحياً، وموائد سحور وإفطار شهية وصحية بمناسبة شهر رمضان مع خبيرة التغذية أفياء المصري. مع الحكيم الأربعاء المقبل على الجزيرة مباشر. هذا البرنامج برعاية محطات أليمة ومسيرة دامية في الذكرى السبعين لنكبة القرن. وطن مسلوب ودماء متناثرة وحديث غامض عن صفقة القرن. 70 عاما على النكبة. تغطية خاصة على الجزيرة مباشر طوال شهر مايو. أهلا بكم من جديد. ألقت السلطات المصرية القبض على الناشط الحقوقي والمعارض شادي الغزالي حرب بتهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد وإهانة رئيس الدولة والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور. وقال الناشط السياسي حازم عبد العظيم عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر إنه قد تم دفع كفالة قدرها 50,000 جنيه بالأمس، ولكن لم يتم إخلاء سبيله وتم ترحيله لنيابة أمن الدولة العليا، واختتم تغريدته بالتضامن مع شادي. إذن التضامن الواسع شهدته منصات التواصل الاجتماعي في مصر مع شادي الغزالي حرب، حيث غرد الدكتور مصطفى مهدي وقال في هذه التغريدة: شاب مصري وطني محترم، وهو رمز من رموز ثورة 25 يناير التي يتمسح بها الجميع علنا ليستمدوا منها الشرعية ويلعنونها في الغرف المغلقة. وبدلا من أن يتبوأ هو ورفاقه زمام الأمور في مصر، حاليا لتتبوأ مكانتها ها هو يلحق بهم خلف الأسوار. فيما كتب الشاعر المصري عبد الرحمن يوسف قائلا: أصبحت الدولة المصرية سجنا بحجم الوطن، وسجانه أحمق أرعن لا يعرف إلا لغة القتل والتعذيب، فمن يتصدى له إلا شرفاء الوطن، اصطفوا يرحمكم الله. في حين عارضه محمد قائلا: شادي الغزالي حرب مقبوض عليه بتهمة إهانة رئيس الجمهورية، خطوة أخرت كثير جدا وما عرفش كان مسكوت عليه إزاي هو وغيره. بينما تعجب الكاتب جماد زيادة وقال: مش فاهم إزاي التلفيق علني كده، يعني شادي الغزالي حرب يتحقق معاه في قضية ياخد إخلاء سبيل ويدفع الغرامة 50,000 جنيه، فالأمن يطلع له قضية تاني من الدرج عشان يلاقي مبرر لحبسه. في حين يرى أحمد أنور في هذه التغريدة يقول: أعتقد شادي الغزالي اعتقلوه لأنه كان بيحاول يتواصل مع القوى السياسية ويتحرك مع الناس نوعا ما، استايل محمد القصاص وأبو الفتوح، ما فيش حاجة اسمها سياسة هنا. في حين كتبت إيمان وقالت: شادي الغزالي حرب ده كان لازم يتقبض عليه من زمان قوي ويحكم بإيداعه في سراي المجانين من يوم قرر مع أحمد عادل يسافروا سويسرا ومعهم شنط ويلفوا على بنوكها ويلموا فيها ما يسمى بالأموال المنهوبة بعد إشاعة حسنين هيكل الشهيرة، ورفقاء الميدان الأفذاذ كانوا بيهللوا. في حين غرد أحمد أبو السعد وقال في هذه التغريدة: اعتقال شادي غزالي حرب تهمة القذف في الذات السيساوية، يبدو أنهم سيعتقلون الشعب المصري كله من في مصر لم يهن. أخيرا كتب ابن القاضي صاحب هذا الحساب وقال يقول: إيه ناقص شادي غزالي حرب، تعليم راقي وعائلة مشهورة وميسورة ويقدر يعيش ملك وسط نجوم المجتمع. كل الحكاية إن شادي إنسان وطني انحاز للغلابة والمطحونين ووقف وظهره مكشوف ضد النظام الدموي الغبي، يدافع عن حقوق الناس حتى ما تعرفش في ناس ما تعرفش حتى اسمه. تهمة شادي إنه إنسان بجد.
أما على فيسبوك إذا رصدنا فقد دون وائل خليل قائلا: شادي الغزالي حربت أبو عليه وتوجه له تهمة نشر أخبار كاذبة في قضية اخفوا من وشنا السعادي برقم 621-2018 اللي فيها أمل وشادي أبو زيد وشريف الروبي ومحمد أكسجين وأي حد عامل بروفايله بابليك. ده بجد أنا كده فهمت القضية دي، هم مش عايزين أي حد منا يطل براسه، مش بيحاسبوا اللي بيعمل حاجة، بيحاسبوا اللي سايب الناس تفتكره أو بيفكر الناس بيه بأي طريقة. فيديوهات هس وشتيمة وفيديوهات شتيمة أكاونت بابليك على الفيسبوك دي قضية اخفوا، أو هي قضية سماها صاحب هذه التدوينة يقول قضية اخفوا من وشنا السعادي، ياريت كلنا نخفى من وشهم وربنا يستر يا جماعة، ربنا يستر بجد. في حين كتب الصحفي عبد المنعم محمود قائلا: ونفتح القوس الحرية لشادي الغزالي حرب، قسما بالله شادي كان قدامه الفرصة أكثر من مرة إنه ما يرجعش مصر أو ياخد جنب، بس هو خد الخيار الأصعب. أخيرا يرى الباحث وليد الشيخ قائلا: اعتقال ومحاكمة شادي الغزالي حرب بتهمة معارضة النظام رسالة إضافية واضحة إن ما فيش أي انفراجة هتحصل، بل تصميم الثورة المضادة على الانتقام من كل اللي شاركوا في يناير. نبقى في مصر، حيث كشف نائب الرئيس المصري السابق محمد البرادعي ملابسات عزل محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في البلاد بسلسلة من التغريدات عبر حسابي على تويتر. وعبر البرادعي عن أسفه لما يروج بحقه مما وصفه بكذب وتلفيق وتأليف للقصص حول ضلوعه في عزل الرئيس مرسي وانخراطه في مؤامرات ضده سواء على الصعيد الخارجي أو مع الجيش. وافتتح تغريداته قائلا: هناك للأسف كثيرون مستمرون في ترديد الإفك ولا يتحرون الحقيقة، فمن قائل إنني سافرت إلى الخارج لأتآمر وأروج لعزل الدكتور مرسي إلى مدع أنني تواطأت مع الجيش إلى آخر يزعم كرهي للإسلام وغيرها من الافتراءات. فيما نفى في تغريدة ثانية علمه باحتجاز مرسي وقتئذ إلا بعد اجتماع للقوى المدنية دعا إليه الجيش، وكان الهدف منه الوصول لانتخابات مبكرة نتيجة الفشل والاستقطاب المدمر في إدارة الدولة. وفي التغريدة الثالثة برر مشاركته في المؤتمر والعمل الرسمي فيه بهدف واحد، وهو محاولة تجنب اقتتال أهلي يلوح في الأفق والتوصل إلى مصالحة أو مصالحة وطنية. وأقر في التغريدة الرابعة فشله وعدم قدرته على مواجهة التيار السياسي الذي وصفه بالتيار الكاسح، مما دفعه للاستقالة لتعارض هذه السياسات مع رؤيته وضميره وقناعته بحسب ما نشره. في التدوينة الأخيرة رأى عدم قدرته على الانتقال بالوطن إلى نظام حكم قائم على الحرية والكرامة، وأنه كان لابد أن ينسحب ويغادر البلاد وممارسة عمله الدولي، متمنيا على الجميع وقف ترديد الأكاذيب. هجوم واسع تعرض له البرادعي على تويتر، حيث كتب البرلماني المصري السابق حاتم عزام. قال حاتم عزام في هذه التغريدة: أمس الدكتور برادعي مجددا واصفا ما يتحدث عن خروجه وترويجه لعزل الرئيس المنتخب المختطف مرسي بالكذب وترديد الإفك. يا دكتور برادعي اعتذر وامتلك الشجاعة، الاعتذار أفضل من سعيك لمحاولة التنصل بالكذب والإفك. أنت من صرحت بهذا في الواشنطن بوست بتاريخ 4/7/2013، يقصد تصريحات البرادعي حول تدخل الجيش لإزاحة مرسي. وغردت الصحفية نادية بن مجد قائلة: البرادعي زي قائد الانقلاب بينهم 5 سنين بيعيدوا ويزيدوا ويهروا في محاولة بائسة وفشلة لتبييض صفحتهم ونفي دورهم في الانقلاب الدموي في مصر. البطحة أو الجريمة كبيرة جدا ولن نسامح ولن ننسى. بينما عارضهم رئيس تحرير صحيفة المصريون جمال سلطان قائلا: قد نختلف مع الدكتور محمد البرادعي في تقدير بعض المواقف السياسية، لكن لا يمكن أن نختلف حول نزاهته ووطنيته. استمرار ترديد الأكاذيب الرخيصة ضده من هذا الطرف أو ذاك سلوك شائن ومدان بكل تأكيد. في حين دون محمد فوزي وقال: بالأساس النقطة اللي عند البرادعي ومش عارف ليه مش عاوز يتكلم فيها، وخصوصا أنه غالبا عنده تفاصيل تخفى على الغالبية، هي المفاوضات ومحاولات المساومة والتفاهم التي تمت بين مرسي والسيسي.
كل ممثل لفريقه، وهي بالأساس سبب اعتقال أو احتجاز مرسي ومنعه من الحديث حتى اليوم حتى لا تنكشف الخفايا، كتب عبده وقال في هذه التغريدة: لا يا دكتور اركن عزل مرسي دلوقتي، دم الناس في ربعة والنهضة وعند الحرس الجمهوري في رقبتكم، عشان أنت كنت موافق على فض الميادين بالعنف. يا العنف، الجيش والشرطة قتلوا إخواتنا، والجيش مش جديد عليه ما قتل الشباب في مسبيرو، والشرطة قتلت الشباب في التحرير. في حين يرى يحيى العامري يقول في هذه التغريدة: لن يذكر التاريخ تغريدات تويتر، ولكن ما سيذكره باقتضاب أن البرادعي عين نائبا لرئيس حكومة انقلاب عسكري. في حين كتب أحمد العدر وقال في هذه التغريدة: في 5 تويتات نزلهم البرادعي بيتكلم فيهم عن مرحلة 30 يونيو، وبيبرأ نفسه من بعض الأمور خلال الفترة دي. معرفش ممكن يتوصف بعدهم أنه سياسي ساذج ومثير لشفقة فعلا، أو أنه أخذ ثقة من الشباب ودور وحجم هو ما كانش أهل له من الأساس، ولا هو متآمر فعلا بس عامل نفسه من بنها، ولا أي بالضبط. أخيرا سخر أحمد نصار وقال: الأسطى محمد البرادعي جاي بعد 5 سنين يقول أنهم شربوه حاجة أصفر، وما يعرفش أن الجيش احتجز محمد مرسي، وأن اللي ظهر في بيان الانقلاب وراء الرئيس أو وراء السيسي هو أو مش هو، وكان زين الدين زيدان وركبوا له شنب ونظارة. نذهب إلى عالم الكرة في مصر أيضا، حيث استمرت السلسلة أو سلسلة النتائج السلبية لفريق النادي الأهلي المصري في مختلف البطولات. تقدم المدير الفني للفريق حسام البدري اليوم الثلاثاء باستقالته عقب الهزيمة أمام كمبالا سيتي الأوغندي، ووافقت لجنة الكرة بالنادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب على هذه الاستقالة. هذا وقد تصدر في مصر هاشتاج ارحل يا بدري قائمة الأكثر تداولا في تويتر، حيث كتبت ياسمين وقالت: ارحل يا بدري، المدرب الكبير هو اللي يقدر يتعامل مع المواقف الصعبة، وللأسف الكابتن حسام بيغرق في شبر مياه. علقت أيضا عفوا أماني محمد وقالت: ضيعت الفريق وحطمت أمال لعيبة كتير ولعيبة مهمة، أعدتهم دكة وخليت ناس ملهاش في الكرة تلعب على حساب ناس مهمة وناس ما تستحقش تكون في الأهلي ومتمسك بيها. من الآخر ارحل يا بدري. أما على هاشتاج شكرا حسام البدري، إذا ذهبت التغريدات عامة، يقول صاحب هذا الحساب أحمد كساب يقول: شكرا حسام البدري، وشكرا على ما قدمته الموسم الماضي من دوري وكأس ونهاية أفريقيا، وشكرا على ما قدمته حتى حسم الدوري هذا العام، ولكن من بعد هذه اللحظة ارتكبت أخطاء أدت إلى ما نحن فيه الآن، كان من الممكن أن تتداركها لولا العنجهية وعدم تقبل النقد. نتمنى لك التوفيق لأنك أحد أبناء هذا النادي. أخيرا علقت إيمان وقالت: اختلفنا واتفقنا معاه، هو حقق أرقام قياسية للكيان، ولذلك شكرا حسام البدري، مش جمهور الأهلي اللي يطلع يشتم واحد خدم النادي حتى لو اختلفنا معاه. إلى هنا مشاهدينا تنتهي حلقة الليل، تذكروا دوما أن تراسلونا بالقضايا والقصص لعل واقعا يتغير أو وعي يزداد بهاشتاج. دمتم في أمان الله.